بدأ الفنان محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد الكنز، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شريف عرفة. هو بيعتبر فيلم الكنز أول فيلم بيجمع بين الفنان محمد رمضان والمخرج شريف عرفة، وبيقدم رمضان من خلال الفيلم دورين مختلفين. الدور الأول هيكون دور أب عنده 60 سنة، والدور الثاني دور شاب اسمه الأسطورة الزيبق، وأكيد طبعا الدور هيكون صعب جدا على رمضان، وخاصة لأن الشخصيتين مختلفتين عن بعض تماما، وكمان المراحل العمرية مختلفة جدا. وقرر صناع الفيلم تقديم فيلم الكنز على جزئين لأن مدة الفيلم أكثر من 4 ساعات، وعشان كده هيعرض الجزء الأول من الفيلم في موسم عيد الفطر، أما الجزء الثاني من الفيلم فهيعرض في موسم عيد الأضحى، وبكده هيبقى شارك رمضان في الموسمين بفيلم واحد في نفس السنة. وبيشارك في بطولة فيلم الكنز الفنانة هند صبري، والأول مرة بتقدم فيلم سينمائي مع الفنان محمد رمضان، لكنهم ظهروا سوا قبل كده في حلقة من مسلسل عايز أتجوز. هو بيشارك كمان في بطولة فيلم الكنز الفنان محمد سعد، والأول مرة بيتعاون مع الفنان محمد رمضان، لكنه سبق وتعاون مع المخرج شريف عرفة وقدمه في أول أعماله من خلال فيلم الناظر، الفيلم اللي بيعتبر شهادة ميلاد لمحمد سعد بعد ما قدم فيه شخصية الليمبي لأول مرة. بتا نوسة أنت، بتا نوسة أنا جه، أنا اللمبة بات الحب. تأخرت ليه؟ أبدا والله، أنا واقف من بدري، بس أنت كنت الظاهر نايمة وفكة ودانك. وبيكشف فيلم الكنز عن فساد رجال الدين مع السلطة ومحاولة السطو على المناصب وتزييف القوانين والحقائق.